إن دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مدى سنوات عديدة اعتمدت مفاهيم التنمية المستدامة في صميم خططها الاستراتيجية. صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يقول إن أهم إنجازات الاتحاد في نظري هو تحقيق سعادة المجتمع. وفي توجيهات واضحة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله أن نهتم في التعليم ونرتقي به، لذلك أطلقنا المدرسة الإماراتية حديثا بمضمون تعليمي جديد يراعي جميع متطلبات الاستدامة 2030 وكذلك تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021. ففي معالجة عدم المساواة تهدف جهود وزارة تنمية المجتمع إلى ضمان الكفاية الاقتصادية وكفاية الدخل لأفراد المجتمع بحيث تضمن لكل مواطن عيشاً كريماً مرضياً. كما يعمل مجلس الإمارة للشباب على سياسات للشباب لتفعيل دورهم في مختلف القطاعات ليكونوا رواداً في بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة في كل قطاع في الدولة، والتأكيد من أن صوت الشباب يصل إلى صناع القرار بهدف دمج احتياجات الشباب الإماراتي في صنع السياسات العامة للدولة. وانضموا إلى مسيرة الإمارات نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2030، تلك الرؤية العالمية والتي نحرص على إشراك الجميع في إنجازها. تتجلى مهمتنا الجماعية بألا نتخلى عن أي أحد من سكان هذا العالم.